عيد ديال الشراب في الحانوت، قال لي خرج خليني نترزق الله، راه غادي تهرب ليا الدراري. خرجوا بدا تيضرب، قال لي غنضرب معاك. خرجت لبرا فكيناه، جرينا عليهم، عاود مشى جاب قرعه الشراب. قلت لهم سيروا عيطوا على البوليس، عيطوا على البوليس. جاوا البوليس، تعاونوا الناس عاد باش جاوا البوليس، تعاونوا جاوا البوليس. هو بارك وبقرعته واقف هو وخوته ما شدوش، خلاهم البوليس ومشاو. عاود جاو ليا هو وخوه، وقف على ولدي فوق الطابله، قال لي جبتي لينا البوليس الصحيح. قال لي سير بحالك، انا ما جبت بوليس. ضربوا بكروش الوجه، ناض ولدي بغى يضارب معاه، شديناه دخلوا هذاك لدارهم. واحد شويه تجاوب ثلاثه ولدي داخل دارو، جاوب ثلاثه وقفوا عليا عند الباب، انا واقفه بحال هكا. وقفوا عليه بثلاثه، خرج لينا الصحيح، خرج لينا الصحيح. ملي خرجت تعاموا عليه بثلاثه، تعاموا عليه، الله ياخذ بهم الحق. انا اتصلت بهم ساعه ونص باش عيط، عاد باش جاو. مني جاو جوج في البارتنير، ووقف بالطوموبيل، قال لي اشنو كاين؟ قلت له اشنو كاين؟ وكاين راهم فين هازين الشناوه ديالهم، فين واقفين بثلاثه؟ رجع واحد شويه مارشاريان، ويقول الاخرين ملي شافهم هربوا ما ولا عاد من بلاصتهم، بقاو واقفين. ويقول لي وصل عليا الحي الصناعي عندي لك محضر. كنقول لي كتشوف فيهم هازين الشناوه، كتقول لي وصل عليا الحي الصناعي. عاود اتصلت بسال ترافيك، ما بقاوش باغيين يجاوبوني. عيط للسيد البلغيتي، قال لي واخا، بقيت كنتسنى ساعه ونص ما جاونيش حتى تضرب خويا، راه حنا دابا في السبيطار. وكون دخلوا في الاول ما غيوقعش هذا الشيء، كون دخلوا دوك الضباط اللي جاوا بجوج ما غيوقعش هذا الشيء، ما غيوقعش. كنت غنشوف الدائره ديال الحي الصناعي مولاي رشيد، راه ما كاينش، راه ما كاينش، ما كاينينش. كاين ما عندناش المخزن في مولاي رشيد، مولاي رشيد ما فيش المخزن، مخزن ما كاينش مولاي رشيد. ملي كيجي حي الصناعي، كنهضر على حي الصناعي، الدائره ديال حي الصناعي، دائره شبعت. انا طلعت عند جوج، راه جايين بجناوه ثلاثه الخوت، جايين بجناوه يلاه معايا قبل ما نوليو مضاربين معاهم. قال لي فهم، رانا مشيت ما لقيت حتى حاجه، قلت له يلاه معايا ولا ما لقيتيهمش. البوليس قال لي انت ما غاديش تفهم، هذا جوج قلت دابا هي نمشي نتقاتلوا معاهم. بجنان طالع عندهم بجنان، راه عاون السلطه خدام مقاطعه، وقلتها ليه يلا معايا. ولكن دائره وبربي كل ما هاد رئيس دائره جا لهاد المنطقه تياكلونا بالرب. الى دائره حي الصناعي لا شيء، الله الله شفنا دوريات في حي مولاي رشيد، الله شفنا الخدمه فين كانوا شحال هادي. تجا الزنطه، يعني هاد الزنطة وهاد الرئيس اللي دار هادشي وحارب البزنازة وحارب هادشي اللي تنفتخروا به، حنا تلقى الساكنة تنفتخروا به. ولكن هاد الجوج أنا عارفهم وعاقل عليهم، إلا تضرب خويا هما السبب. قادين ندافعوا على خونا، قادين ندافعوا على خونا. ولكن حنا عندنا الولاد، إلا جي اللهم المخزن يكالي قبل ما نضربوا. دابا ما بقيتش غنطلب حتى حاجة. هادوك الجوج ديال الضباط اللي دواو معايا بهاد الطريقة، وهادشي اللي وقع قلت لي غيوقع ووقع. يعني دابا انت راه قلت لي غشادني، يا تمشي معايا نمشي نكالي على خويا. هما بجناواهم جايين من التقلية، يعني بغاوني نمشي نضارب معاهم. كون خرجوا معايا هادشي ما غيبقى. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.